السيد رئيس البرلمان العربي السيد الدكتور عادل قسومي في أول اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي. والحقيقة الاجتماع النهاردة تناول أربع جلود أهمهم: التواصل مع الكيانات أو البرلمانات الدولية زي الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وأيضا التواصل مع البرلمانات المحلية العربية والأوروبية، وأيضا مراجعة التشريعات المقارنة المتعلقة بحقوق الإنسان حتى يكون هناك صياغة محددة من البرلمان العربي. هذه الصياغة تتضمن دور البرلمان العربي في مكافحة الإرهاب، سواء مكافحة الإرهاب ودعم من يكافح الإرهاب أو التعريف الحقيقي لمعنى الإرهاب. الحقيقة إحنا بنتعرض النهاردة لنقطتين هامتين. النقطة الأولى هي مكافحة الإرهاب، الإرهاب الذي يحمل السلاح من أجل فرض رأيه أو محاولة فرض الرأي بالقوة. الشيء الآخر والمهم أيضا هو الفكر الإرهابي المتطرف وقبول الآخر، ودي المحاور اللي هنعمل عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة لتنسيق علاقات مهمة جدا مع البرلمانات المحلية، دعوة البرلمانات المحلية، زيارة البرلمانات المحلية سواء الأوروبية الأمريكية العربية، أيضا التنسيق مع اتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي، التنسيق أيضا مع برلمان عموم أفريقيا والبرلمانات العربية. الحقيقة النهاردة كان موجود معنا عدد كبير جدا من السادة أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، واتفقوا جميعا على أن الإرهاب هي فكرة يجب أن تنتهي من العالم، وبداية نهايتها من العالم هي قبول الآخر والفكر المعتدل وليس الفكر المتطرف. أشكر حضرتك.